بعد احتجازه في ثلاجاتها لأكثر من شهر، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثمان الشهيد أمجد أبو سلطان البالغة من العمر 14 عاما إلى عائلته، لكن بعد أن أذاقتها مرارة الخسارة عدة مرات قبل أن يحين وقت الوداع. مشهد قد لا يتكرر يوما ما. يجلسون أمام باب ثلاجة الموتى، يعدون الساعات التي لا يعلمون متى تنتهي ويذوب معها الجليد، يواسون بعضهم البعض، وفي الداخل يركض جسد الشهيد الفتى أمجد أبو سلطان الذي بقي لمدة شهر محتجزا في ثلاجات الاحتلال قبل أن يفرج عنه محاطا بقالب جليدي. يوم الخميس قريت على الفيسبوك في استشهاد شاب برمي منتوف على النفق، ما حكي من وين. فتحت على صفحة تانية، هو حكالي انه لما بدك تعرفي اخبار اكيد بتروحي على الانستغرام. فتحت له كاتبين انه من بيت لحم، ما قلت امجد. انا قبل ما اقرأ الخبر برن عليه عشان اقول له يلا كمان نص ساعة بتروح. أرن عليه ما بردش، أرن ما بردش، أرن ما بردش. استشهد أمجد في 14 من الشهر الماضي بعد استهدافه بشكل مباشر خلال تواجده مع صديقه قرب جدار الفصل العنصري. احتجز الاحتلال جثمانه، وعند الإفراج عنه أذاقهم المر مجددا بعد إحضار جثمان شهيد آخر، واليوم عاد الجسد، عاد متجمدا بانتظار ذوبان الجليد لتحديد موعد التشييع. فتأجل تسليمه لثاني يوم، ثاني يوم سلمونا إياه الساعة 9:30 مساء، كان لأنه خارج الآن فورا يعني من التجميد، كان كتلة من الثلج. فكيف النظرة له أنا بصعوبة تعرفت عليه، بصعوبة نظرة له، النظرة على ابنك أنت يعني أصغر أطفالي هذا 14 سنة. أنا أوصله الصبح للمدرسة وأجي أستلمه بعد 36-37 يوم، هيك مش ما كان سهل يعني، ما كان سهل علي. ذكريات وقصص اختفت مع ارتقاء أمجد، وأحداث أخرى فتحت من جديد قضية احتجاز الجثامي من جهة واستهداف الأطفال والجرائم بحقهم من جهة أخرى. هنا باقون الوالد والوالدة ينتظرون أي لحظة لرؤية فلذة كبدهم أمجد، يعدون الساعات واللحظات، ساعات تذوب معها قطع الجليد التي تغطي جسد الشهيد ليلف بعلم بلاده ويوارى الثرى. من مدينة بيت لحم، محمد العدم، رؤية